دنا مشاهدي قناة شفتي، مرحبا بكم ورجعنا لكم في بث مباشر آخر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط في درب الطاليان وسط المدينة. كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام، هنايا رجال الأمن ورجال القوات المساعدة والسلطات داروا الحواجز باش حتى شي واحد ما يقرب من هذا المنزل هذا اللي طاح هنايا. يعني منزل طاح وشكل واحد خطورة كبيرة على السكينة، منزل طاح والحمد لله ما وقعت شي كارثة ولله الحمد. يعني كيف ما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام، هذا هو المنزل اللي طاح اليوم. كان سبقنا ونددنا وصلنا الصوت ديال الساكنه اللي ساكنين فيه، قال لك ان المنزل راه غيطيح وكيشكل عندنا خطر كبير. فقبل لحظات المنزل طاح وسقط ولله الحمد، ما وقعتش الكارثه وتا شي واحد ما تصاب. كيف ما كتشوفوا معنا، شوف 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 الحاله اللي وصلها هذا الحي هذا بالكامل، والمنازل المجاوره ليه حتى هي تصابت، فهي ايضا ولات كتشكل واحد خطوره كبيره. فعناصر الوقايه المدنيه متواجدين بعين المكان، وايضا السلطات ما كتشوفوا معنا الحاله اللي وصل لها. الناس حوايجهم مشاو ليهم، حوايجهم كاينين تحت الردم، الناس حويجاتهم تحت الردم، مشى لهم كلش، مبقى عندهم والو. فلا حول ولا قوه الا بالله، علاش ما كانش تدخل ديال السلطات والجهات المسؤوله في الاول قبل ما يطيح هذا المنزل هذا؟ ولكن الدرويش عند الله ولي الله، هذا الشيء غادي نقولوا كيف ما كتشوفوا معنا. شوف 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 كيف ما كتشوفوا معنا مشتاق انا شفته في هنايا، هذا هو المنزل اللي طاح في درب الطاليان مدينه الدار البيضاء. صراحه الناس حويجاتهم مازال داخل، حويجاتهم مازال تحت الردم. فالغريب في الامر ان حتى المنازل المجاوره حتى هي تقاست، فبالطبع ولات كتشكل خطوره على الساكنه ديال الحي. فهنايا السلطات الامنيه اللي دايرين حواجز باش حتى شي واحد ما يدوز، حتى شي واحد ما يدوز من هذه المنطقه. كيف كتبوا معنا عناصر الامن اللي حضروا منذ الوهله الاولى ديال سقوط المنزل، فصراحه تحياتي لهم. ولكن من يتحمل المسؤوليه وراء سقوط هذا المنزل هذا؟ مع العلم انه فقط كان عندهم ترميم، فمنزل اي للسقوط وكان عندهم فقط ترميم يعني الاصلاح. واش هذا الشيء كيدخل العقل او لا ما كيدخلش العقل؟ هاك شوفوا الناس حويجاتهم كلهم مشاو لهم، الناس مانطهم من دابا غيباتوا في الشارع، من دابا غيباتوا في الشارع، ولكن ما كاين حتى شي تعويض. صافي كما كتبعوا معنا عناصر الامن ورجال القوات المساعده متواجدين هنايا بعين المكان. شوف 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 الحالة اللي وصل لها هذا الحي درب طاليان مدينة الدار البيضاء. في هذه اللحظات حضور الشركة المكلفة بالكهرباء من أجل أنهم يقطعوا الضوء. Thank you.
علوي علوي هذا الشيء بالضبط في درب طاليان اخويا، درب طاليان المدينة، درب طاليان في المدينة. شوفوا الناس الخط ديالهم وجهتهم. البقايا ديال السكينة، صور، بعض من الصور الناس اللي كانوا يسكنوا في المنزل. شوفوا حويجاتهم. اللي واقع اخويا هو ان دار هي دار طاحت هنايا في المدينة القديمة. دابا هما كيقطعوا في الضوء. خويا راه واحد الدار طاحت هنايا في المدينة. شوفوا الحويجات ديال الناس. السبب كان المنزل أي للسقوط، السلطات عطينهم فقط الترميم فالمنزل طاح. درب طاليان، درب طاليان. إذن مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم على من تلقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.